شمالا شرقا وغربا حتى جنوبا، معارك جبهاتها متعددة وواسعة تصل إلى هنا. مطار قندهار، صواريخ حركة طالبان تنهمر لشل الطيران الحربي الأفغاني ووقف كثافة غاراته ضدنا، تقول الحركة. سلاح الجو يبدو موجعا حسب ما تكشف عنه أرقام القوات الحكومية. هناك أكثر من 130 قتيلا من عناصر طالبان وعشرات من الجرحى. عمليات عسكرية برية بغطاء جوي لعرقلة تقدم الحركة باتجاه لشكرجاه وقندهار وثالث أكبر مدن البلاد هيرات. تبدو هذه المدينة عصية حتى الآن، وهي تصد شراسة هجوم منذ أيام. حاليا القتال مستمر في الجنوب والجنوب الشرقي بالقرب من مدينة هيرات. قوات الأمن الأفغانية إلى جانب قوات المقاومة تقاتل لصد هجوم متمردي طالبان. فيما مضى من الوقت، تقول وزارة الدفاع الأفغانية إن عشرات العناصر من القوات الخاصة باتت عند هذه الولاية لمنع اقتحام عناصر طالبان المدينة. إذا مشهد كهذا، فإن مناخا من الخوف والقلق هو السائد بين سكان مدينة هيرات، تقول سلطات الداخل. لقد هجر كثير من الناس منازلهم وهربوا إلى داخل مدينة هيرات. رؤية الناس وهم يغادرون منازلهم تبث الذعر بين السكان، هذا سيحبط معنوياتهم. نحن قلقون للغاية. خارطة المعارك في أفغانستان مساحتها أوسع في الجنوب والغرب. في أسابيع مضت أحكم الطالبان سيطرتها على مساحات واسعة بينها مناطق حدودية والعديد من المعابر. هو عنف سائد منذ بدء انسحاب القوات الأجنبية في مايو الماضي، وهو صوت السلاح الذي بات أعلى إزاء سلام تعثرت مفاوضاته.